أخبار اليوم. فيرستلي طبعا في شوية مسائل، عندي نصيحة بس في المسائل، عندنا غلطتين دايما في حل المسائل سواء فيزياء كيمياء رياضة ماس أي حاجة. الغلطة الأولى إنك بتحل المسألة من ورقة الامتحان. لما حلها منين؟ لا تنقل الجيفن عندك الأول، ما تفكرش في حاجتين في وقت واحد، في معلومات المسألة وطريقة الحل، بتلبس الأرقام غلط. يبقى المفروض تعمل إيه؟ تاخد الأول الجيفن زي ما أنا هعمل وبعدين تفكر. الحاجة التانية في استعمال الكالكوليتر، ما اعملش الأوبريشن واكتب ده مستقبلك، افرض ده جت في زرار غلط. لا تعمل زي الكاشير بتاع البنك كده بيعمل، يعمل الحسبة ويعيدها تاني، كل حاجة تشيك عليها تاني. بنلاقي ناس كتيرة عارفين وفاهمين لكن كل أرقام المسألة غلط بسبب الحتة دي. طيب يبقى أول حاجة عندنا هنا واضحة إيه؟ الماس إيكوال كويستشن مارك. أول حاجة الماس مش معروف، لأن بيقول لك كالكوليت أوف مش عارف إيه كفر باي ريدكشن أوف أول كل الأيونز، هيحصل لها ريدكشن. أون باسنج إلكتريك كارنت انتنسيتي 2.5 أمبير، 2.5 أمبير تطلع لي إيه؟ تطلع لي أي أهو، يبقى دي أي اللي هو الانتنسيتي كارنت انتنسيتي، يبقى اخد اول. طب بعد كده ده 2 دي ده الفيلنسي، 2 دي اللي هي الفيلنسي، يبقى لازم اعرف عشان احسب الايه كوفرنت ماس، وادي الاتوميك ماس يبقى احسب الكوفرنت ماس، ومديني الايكويشن بتاكد الفيلنسي. امال ايه 45 ده التايم تي؟ ما خلاص يبقى كل الايتيمز بتاعتي بقت موجوده، يبقى على طول هقول ايه القانون الاصلي اف اف ام ايكوال كيو في اي ايكوال كيو في صح. طبعا اف اللي هي فيرستلي طبعا في شويه مسائل، عندي نصيحه بس في المسائل، عندنا غلطتين دايما في حل المسائل سواء فيزياء كيمياء رياضه ماس اي حاجه. الغلطه الاولى انك بتحل المساله من ورقه الامتحان، لما احلها منين؟ لا تنقل الجيفن عندك الاول، ما تفكرش في حاجتين في وقت واحد، في معلومات المسألة وطريقة الحل، بتلبس الأرقام غلط. يبقى المفروض تعمل إيه؟ تاخد الأول الجيفن زي ما أنا هعمل وبعدين تفكر. الحاجة التانية في استعمال الكالكوليتر، ما اعملش الأوبريشن واكتب ده مستقبلك، افرض ده جت في زرار غلط. لا تعمل زي الكاشير بتاع البنك كده بيعمل، يعمل الحسبة ويعيدها تاني، كل حاجة تشيك عليها تاني. بنلاقي ناس كتيرة عارفين وفاهمين لكن كل أرقام المسألة غلط بسبب الحتة دي. طيب يبقى أول حاجة عندنا هنا واضحة إيه؟ الماس إيكوال كويستشن مارك. أول حاجة الماس مش معروف، لأن بيقول لك كالكوليت أوف مش عارف إيه كفر باي ريدكشن أوف أول كل الأيونز، هيحصل لها ريدكشن. أون باسنج إلكتريك كارنت انتنسيتي 2.5 أمبير، 2.5 أمبير تطلع لي إيه؟ تطلع لي أي أهو، يبقى دي أي اللي هو الانتنسيتي كارنت انتنسيتي، يبقى اخد اول. طب بعد كده ده 2 دي ده الفيلنسي، 2 دي اللي هي الفيلنسي، يبقى لازم اعرف عشان احسب الايه كوفرنت ماس، وادي الاتوميك ماس يبقى احسب الكوفرنت ماس، ومديني الايكويشن بتاكد الفيلنسي. امال ايه 45 ده التايم تي؟ ما خلاص يبقى كل الايتيمز بتاعتي بقت موجوده، يبقى على طول هقول ايه القانون الاصلي اف اف ام ايكوال كيو في اي ايكوال كيو في صح. طبعا اف اللي هي